حاليا احنا بالمستشفى الكرباني السريع اللي يتبرع به فخامة رئيس البرلمان والاخوان بتحالف القوة. الحقيقة يعني سير العمل يبدو انه سريع والاخوان استجابوا وانه راح يصير عدة شفتات في سبيل انه ينجز هذا المستشفى ضمن التوقيتات المخطط لها، واللي هي ان شاء الله ما بين اسبوعين الى 14 الى يعني ان شاء الله ضمن اسبوعين يكملوه ان شاء الله. اكيد هذا المستشفى راح يخدمنا خدمة كبيرة، لانه احنا بحاجة ماسة الى، اولا هو متطرف ممكن ان نستخدمه للعزل او للحجر، وراح ينطي يعني صحتنا ومرونة اكبر، وتقدر تستخدمه يعني خاصة واحنا عندنا الاماكن محددة وسعة المستشفيات محددة، فهذا المستشفى راح يكون مهم جدا بالنسبة لنا. يعني نثمن جهود الأخوة العاملين وجهود أيضا الناس اللي تبرعوا بهذا المستشفى، نشكر رئيس مجلس النواب، نشكر الأخوة النواب من تحالف القوى اللي تبرعوا به، نتأمل أيضا يعني احنا بحاجة إلى أكثر من مستشفى من هذا النوع، يعني نتأمل من الأخوان المتبرعين اللي عندهم إمكانية أنه أيضا يبنون من هذه المستشفيات السريعة، اللي أكيد راح يكون انعكاسه إيجابي على الواقع الصحي بالنسبة للموصل. سعته جيدة يعني بحدود 100 سرير، تزيد أكثر عن 100 سرير يعني تفيدنا كثيرا بالموصل. عندنا مكان احنا بالايمن، اذا كانت هناك منظمة او غير جهة تريد تتبرع ايضا للموصل ببناء مثل هذا المستشفى، احنا جاهزين، الارض جاهزة ايضا حتى نمنحها لهم. احنا مشكلتنا بالنسبة لل يعني للحكومة، هذا النوع من المستشفيات اكو يعني قوانين وقواعد شوية صعبة بوزارة الصحة ما تساعد على إقامة مثل هذه المشاريع، لذلك من تجينا من جهات متبرعة ومن منظمات تكون عملية الإنشاء سهلة جدا وما تحتاج هذه التعقيدات والروتين الحكومي القاتل. نثمن جهد الإخوان اللي الكوادر الهندسية والعمال اللي يواصلون الليل بالنهار في سبيل أنه يخدمون أهلهم. زيارة الثالثة لموقع الكرفاني الذي تبرع به السيد رئيس مجلس النواب العراقي المهندس محمد الحلبوسي والسادة في تحالف القوى، العمل جاري ليل ونهار. شكرا لكوادر العاملة، حقيقة تم توفير من قبلنا كحكومة محلية ما يحتاجوه من دعم لوجستي، من كهرباء، من ماء، من أيضا تخطيط وأرض. نبقى إن شاء الله على الموعد المقرر ضمن 15 يوم يكمل هذا الموقع ويكون جاهز بحدود 100 سرير بإذن الله تعالى. دائرة صحة نينوى متعاونة مع أيضا الكوادر العاملة ليكون العمل تحت مواصفات التي نحتاجها في هذا الظرف. بإذن الله مدينة الموصل لحد الآن خالية، نتمنى بإذن الله أن لا نحتاج هذا المكان في الوقت الحاضر. العدد محدود بالإصابات، لا زالت 5 حالات منها تشافت حالة واحدة، وإن شاء الله الأخبار تكون طيبة لأهلنا، ولكن من باب الاحتياط تم اتخاذ هذه المواقع. شكري وتقديري مرة أخرى لتحالف القوى، وشكري لسيد رئيس مجلس النواب المهندس محمد الحلبوسي لدعمه لهذه المحافظة، وشكرا للكوادر العاملة حتى ساعات متأخرة من الليل لإنجاز العمل ضمن الفترة المقررة لأهلنا في هذه المحافظة. البداية أحب أشكر السيد رئيس البرلمان وتحالف القوى العراقية على هذا التبرع بالمستشفى، وطبعا نشكر المحافظ على دعمه لنا، وهاي الزيارة الثانية والثالثة يعني خلال يومين، والحمد لله مثل ما تشوفون انه العمل يعني قائم على قدم وساق،
وبدنا نشتغل حتى ساعات متأخرة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني المستشفى تكمل خلال الفترة المقررة اللي هي أسبوعين إن شاء الله. المستشفى 81 سرير وقابلة للزيادة إن شاء الله. تحتوي على أجهزة طبية للحجر، وتستخدم يعني إن شاء الله الحجر الصحي لمرضى كورونا، وإن شاء الله ما نحتاجه.